الأخبار تعج باسمها الذي بات الكلمة الأكثر تداولاً على مواقع البحث في الأيام الأخيرة. أحداث دامية يودع فيها السودان شهر رمضان، لذا اخترنا أن نعرفكم في هذا الفيديو على عاصمة هذا البلد العربي المظلوم. المدينة التي سميت عاصمة للسودان منذ أكثر من 200 عام. لنذهب معا إلى الخرطوم متمنين السلامة والنجاة لجميع إخواننا السودانيين ولوطنهم العظيم. قبل أن نبدأ بالفيديو وبعد وصولنا معا للمليون مشترك على ستيب فيديوغراف، ندعوكم لإلقاء نظرة شاملة على قناتنا وإعطائنا رفدا من ملاحظاتكم وتوجيهاتكم لنكبر معكم وبكم أكثر فأكثر. ملتقى النهرين. بين ضفة نيلين من ضفة النيل الأزرق إلى نقطة التقائه بالنيل الأبيض، تمتد مدينة الخرطوم متجهة نحو الشرق ومتسعة في الجنوب حتى الضفة اليمنى للنيل الأبيض، لتقابل مدينة أم درمان مشكلة معها الخرطوم الكبرى. تحتضن داخلها 2,900,000 نسمة تقريبا، لتحتل بذلك مرتبة السادس مدينة إفريقية من ناحية تعداد السكان، الذين تتنوع جنسياتهم وأصولهم بين سودانيين وشاميين وهنود ويونان. شهدت المدينة على مدار تاريخها الطويل حقبات طويلة من الاستعمار، فخضعت للاستعمار التركي والإنجليزي. كذلك يتميز تاريخها بالتحولات السياسية والديمغرافية والاجتماعية الكبيرة والتي كانت تغير وجه الخرطوم كل حين. ومنذ 200 عام سميت المدينة عاصمة للسودان في عهد محمد علي باشا عام 1821. لكن ما هو تاريخ هذه المدينة العريقة قبل ذلك؟ يرجع أول وجود بشري في هذه المدينة إلى العصر الحجري، وذلك بحسب أدوات عثر عليها المنقبون في منطقة خور أبو عنجة في مدينة أم درمان القريبة من الخرطوم. كما عثر المؤرخون على آثار لمستوطنات يرجع تاريخها إلى عهد مملكتي نبتة ومراي، بينما رجحت بعض التنقيبات أن الإنسان استوطن في الخرطوم منذ عام 400 قبل الميلاد، تحديداً في زمن حضارة أطلق عليها مملكة علوى. أما اسمها فيرجع الباحثون معناه إلى عدة أقاويل، الراجح منها أنها سميت نسبة إلى شكل الأرض التي تقع عليها المدينة والتي يخترقها نهر النيل الأزرق والنيل الأبيض، ثم يلتقيان داخلها ببعضهما بشكل منحن فيرسمان بينهما قطعة أرض أشبه بخرطوم الفيل. بينما رجح رحالة بريطانيون أن الخرطوم اسم مشتق من زهرة القرطم التي كانت تزرع بكثافة في تلك المنطقة. وفي تفسير ثالث قيل أن خرطوم هي من خور التوم وسميت نسبة إلى شخص يدعى التوم. الخرطوم في القرن العشرين. منذ تأسيسها وحتى مطلع القرن العشرين حافظت مدينة الخرطوم على نمطها العمراني، لكن بعد ذلك بدأت ثورتها العمرانية، ويمكن لزائر هذه المدينة أن يفرق بين نمطين عمرانيين فيها، بدءا من العمارة التي تنتسب للعهد الإنجليزي والتي تعكس الطابع الإنجليزي بكل وضوح، إذ كان حلم الجنرال ستانتون في عهد الاستعمار الإنجليزي للسودان أن تكون الخرطوم من أعظم المدن الإفريقية على غرار القاهرة والإسكندرية، فشقوا فيها الشوارع الكبرى مثل شارع القصر الذي أسموه حينها شارع فيكتوريا، كما بنوا فيها الميادين الكبيرة والجسور العملاقة مثل جسر النيل الأبيض. واليوم تتركز العمارة الإنجليزية في الأبنية القديمة المنتشرة بمحاذاة نهر النيل الأزرق قبل التقائه بالنيل الأبيض، بينما شهدت المدينة نهضة عمرانية منتظمة
تنعكس صورتها في الشوارع والأحياء، نهضة استمرت منذ تشكيل أول لجنة تخطيط عمراني في البلاد عام 1927. ورغم أن الخرطوم لا تمتلك نمطاً معمارياً يميزها عن غيرها، إلا أن لها طراز أبنية متنوع بين النمط الكتالوني ونمط العصر الفيكتوري والعمارة المملوكية الإسلامية، التي تزدان فيها المباني والوزارات والدواوين الحكومية القديمة التي بناها الأتراك، ومن بينها القصر الجمهوري القديم، إضافة إلى نماذج من أنماط العمارة المعاصرة مثل قصر المؤتمرات الذي بناه الصينيون في سبعينيات القرن الماضي، والذي يشبه ميدان السلام الأبدي في بكين. أما العمارة الحديثة فتتجلى في فندق كورينثيا المبني على شكل بيضة نعام ضخمة. كذلك تحتضن الخرطوم جزيرة التوتي التي توصف بأنها ابنة النيل ودرة القرن، يشبه شكلها نصف دائرة أو انحناء قوس، وتمتد على مساحة 500 فدان من الأراضي الزراعية. سحر هذه الجزيرة مستمد من وقوعها على نهرين، وتعد الموطن الأول لسكان الخرطوم، حتى أنها توصف بسلة فاكهة الخرطوم. رغم ما تمر به الخرطوم اليوم من مآس واضطرابات آنية، إلا أن هذه المدينة عاشت في الخمسينيات والسبعينيات مجداً كبيراً، كونها واحدة من أجمل وأرق العواصم الإفريقية، فأسواقها كانت تعج بالبضائع القادمة من كل أنحاء العالم، ومطاراتها تهبط فيها الطائرات المتجهة لمعظم العواصم العربية والإفريقية. وعرفت الخرطوم الهجرة إليها من الريف منذ فترات طويلة، فتركز فيها وجود الأثرياء والمتعلمين الذين اختاروا الخرطوم سكناً يناسب طبقتهم الجديدة. كذلك شهدت موجات نزوح جماعي كبيرة في السبعينيات بفعل التصحر والجفاف الذي ضرب مناطق مختلفة من العالم. ولم تقتصر هذه الحركات على النزوح أو اللجوء الداخلي، بل تستضيف الخرطوم أعداداً كبيرة من المهاجرين واللاجئين من دول الجوار مثل إثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان والصومال، إضافة لهجرات من دول غرب إفريقيا. وتعد هذه المدينة اليوم مركزاً رئيساً للتجارة والاتصالات مع خطوط السكك الحديدية من مصر وميناء السودان. أما دينياً فتحتضن الخرطوم الكاثوليك الرومان والإنجليكان والكاتدرائيات القبطية والكنائس اليونانية والمارانية، إضافة إلى العديد من المساجد. هكذا هي الخرطوم، مدينة تجمع البساطة والحضارة والأديان. ورغم حالها البسيط، فقد احتضنت الجنسيات وفتحت أبوابها للاجئين والمحتاجين.